حينما تحضر وتتنافس فهي تحقق النجاح منذ البداية، ما بالك إذا تحقق نجاح بمثل هذا المستوى الذي شاهدناه، بمثل هذا الحضور الجماهيري الذي شاهدناه. الحقيقة أيضا أشكر الأعزاء وباسم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أشكر كل أعضاء اللجنة المنظمة لهذه البطولة، وأشكر الأخوة في الاتحاد الجزائري، ونشكر كل من ساهم وقدم في هذه البطولة.